افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير لتطوير أداء الصناعات البترولية ومناقشة الواقع الحالي لصناعة التكرير، والذي من الممكن أن يسهم المؤتمر في تحسين مستقبل صناعة التكرير في المنطقة والعالم. ربما لم تكن المؤتمرات النفطية المتخصصة في صناعة التكرير وليدة اللحظة، بل تأتي نتاج سلسلة من المؤتمرات المنعقدة على أرض مملكة البحرين، ليطل اليوم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير بنسخته الثالثة في ضوء ما تحتاجه دول العالم في تحقيق التوازن أمام التغير المضطرد في تقلب أسعار النفط الحالية التي أثرت سلباً على الدول المنتجة للنفط وكذلك المستثمرين في مجال مصافي التكرير. مؤتمر مختص في تقنيات التكرير، التكرير يحول المواد الخام، النفط الخام إلى المشتقات البترولية. طبعا المواصفات تتطور مع الوقت، هناك اليوم مواصفات جديدة يعني أكثر ملائمة مع البيئة فيجب مواكبتها، ومشروع بابكو توسعة بابكو اليوم يعني يطمح أنه يعني يوصل بمشتقات التكرير إلى المواصفات البيئية الأعلى في السوق، ومجارات هذه التقنيات طبعا شيء مستمر، لذلك مثل المؤتمرات تعطينا الفرصة للتعرف على الشركات والعاملين فيها ومعرفة ما هو يعني موجود من تقنيات حديثة ممكن تطبيقها في المصافي اللي عندنا في بابكو والمنطقة كذلك. استعرض المؤتمر بعض الأمثلة والتجارب العملية لمشاريع التطوير الناجحة في مناطق مختلفة من دول العالم، والتي يمكن أن تسهم في تحسين مستقبل صناعة التكرير في المنطقة والعالم، والاستفادة من جلسات المؤتمر والاطلاع على أفضل التقنيات الحديثة في المعرض المصاحب، بما يعود إيجابا على مستوى استراتيجيات التطوير والتحسين في مؤسساتهم ودولهم. التحديات طبعا منها تقليل النفقات شيء واحد، ولكن في الحقيقة كذلك الإنفاق على زيادة المردود المالي والتركيز على عدة أمور، منها طبعا زيادة الإنتاجية واحدة، ثانيا طريقة الترابط بين الصناعة النفطية وصناعة البتروكيماويات، التميز التشغيلي، الرقمنة والديجيتاليزيشن، وهذه كلها مواضيع يأخذها يتناولها المؤتمر هذه، وبيكون لها الكبير الأثر في زيادة الربحية في المستقبل. شركة وورلد بارسس صارنا أكثر من 25 سنة موجودين في البحرين، من ساعة كل شركات الأول أند غاز، منهم تطوير اشتغلنا مع تطوير أكثر من حوالي 10 سنوات، وحين شغالين إحنا مع بابكو مشروع البي إم سي مع بابكو صارنا 5 سنوات، في تقريبا حوالي 120 إنجينير موجودين في بابكو بين هنا وبين روما، مكتب روما لتطوير الأول أند غاز في البحرين. لتحقيق أفضل النتائج في قطاع التكرير في الشرق الأوسط ودول العالم، كان لابد من إيجاد سبل كفيلة بتحسين الكفاءة التشغيلية ونوعية المنتجات، بالإضافة إلى إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة للاستخدام المتزايد للخامات الثقيلة، حيث تعد هذه الحلول والابتكارات التقنية مفتاحاً رئيساً لترشيد النفقات التشغيلية في هذا القطاع الحيوي الهام. نتيجة إلى النمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة، لذا يتطلب تعزيز التعاون بين صناعة التكرير والتكنولوجيا وإيجاد حلول هندسية تساعد شركات تكرير النفط على تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة العوائد المالية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.